المصغرة وشعارها كان الروح الرياضية. شكرا لأبناء الوطن، شكرا لشبابنا. واتيتري حاب نسمعها بقوة. واتيتري تشفيق عليهم، على أبنائنا وعلى أطفالنا وعلى كل المدارس المشاركة. نشكر ضيوف الشرف على تلبية الدعوة. أيضا نغتنم الفرصة لإحياء دقيقة صمت في حق اللاعب الشاب الذي توفي في شهر رمضان. إذن الرمشي ونادي فجر وهران الذين لبوا الدعوة من أجل، أعطونا تشويقا أيضا على الفرق المشاركة. إذن حتى يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صحة رمضانكم، صحة فطوركم. اليوم عندنا اختتام تاع بطولة الروح الرياضية والكأس اللي لعبت في قبل شهر رمضان وانتهت في الأيام الأخيرة عليها صمنا، فئة أقل من 11 سنة وفئة أقل من 9 سنوات. اليوم كان عندنا تكريمات خاصة وكانت عندنا مقابلة استعراضية لفئة كهول قدماء لاعبين يغمو راسن، وعندنا مدرسة فجر وهران ومدرسة الرمشي اللي تحصلوا على جائزة الروح الرياضية، اللي شرفونا بالمنافسة الروح المنافسة والروح الرياضية. الحمد لله، الله يبارك في هذه المدرستين، نتمنى لهم التوفيق من هذا المنبر. وراه عندنا تكريمات أحسن لاعب، أحسن حارس، أحسن مدرب اللي كان شاركوا معنا هنا المدارس. كل واحد كان كاين ترشحات، ثلاث لاعبين، ثلاث حراس وثلاث مدربين، وخرج فيهم واحد واحد الحمد لله. وكاين تكريم ثاني تاع حفظه القران تاع مدرسه احباب الرحمن، اليوم راح يشرفونا هنايا في الحفل ونكرموهم. وتكريم اعلى واحسن معدل في المدرسه جيليا موراسن، وتكريم احسن لاعب واحسن حارس في الفصل الثاني اللي رانا فيه. احنا كل فصل نديروا هاد التكريمات اللي اغتنمنا الفرصه مع هذا النهائي ودرنا تكريمات تاع اللي داو المعدل واللي كانوا تحسن المستوى تاعهم في الفصل الثاني. وحركنا اليوم كما قال لك المناصر ولا المتتبعي مدرسه جيليا موراسن، كانت معنا صحافه جريده بوله دائما، جريدة قناة الأوراس، قناة وي بي سي. الحمد لله كان أبناء الحي، عائلات أولياء لاعبين توجور هنا. الحمد لله راها نسيو توجور نخلقوا جو شباب العائلات واللي بارون والأولاد حتى، وهذا الصوالح كاع ثاني اللي رانا نديروا فيهم موتيفاسيون للصغار تاعنا، هذو التحفيزات حتى لحفظة القرآن باش غادي ندعوهم باش يجوا يمارسوا الرياضة. وحنا المدرسه تاعنا تدي تعتبر باللي القران ثاني مفيد في هذا المسار تاعهم تاع الحياه والمستقبل تاعهم. القران مليح والدراسه مليحه والرياضه مليحه، حنا نحاولوا نديروا تنسيق ما بين هذا الاساسيات تاع الصغار البراعم تاعنا باش نطلعوا جيل مليح ومواطن صالح لهذا المجتمع تاعنا. ونتمنوا التوفيق لكل ابناء وهران، كل ابناء الجزائر، ونشكر كل المتتبعين تاعنا، والقادم افضل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
معكم المدرب حاجب قادر الزهير من مواليد 1991 من مدينة الرمشي، مشرف على أكاديمية سريع الرمشي. أول شيء تلقينا دعوة من عند مدرسة جيل يغمراسن بحضور هذه البطولة، هذه المسمات ببطولة الروح الرياضية. كانت بطولة رائعة، استفاد منها الصغار كرويا وثقافيا واستفاد منها كافة الحضور، والحمد لله لما نشوفوا هذه التظاهرات هذه اللي تؤدي الى تطور مستوى الصغار كرويا ونضجهم وتوطيد العلاقات بين الصغار والمعارف، هذا هو الشيء الاهم والمهم اللي نسعى دائما لتحقيقه، ولما لا الذهاب بعيدا في هذا التكوين وتكوين اجيال ولاعبين ان شاء الله يكونوا في المستقبل لهم شان كبير ان شاء الله. كما نشكر السيد رئيس مدرسة جيل يغمراسن سيد أحمد إلواج على هذا الدعوة على هذا الاستقبال على هذا الحفاوة، ونشكر كل سكان مدينة وهران، شفنا منهم كل أنواع الضيافة والترحيب، الحمد لله وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة شيخ.